تستضيف جامعة حلوان وفود الجامعات المصرية في أسبوع شباب الجامعات الذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 14 من سبتمبر الجاري. مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم وافتنا بهذه الرسالة. نعم، بعد التحية، في إطار سلسلة أنشطة مبادرة حياة كريمة، المبادرة الرئاسية وتحت رعاية وزارة التعليم العالي، انطلقت فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد 13، والذي تستضيف جامعة حلوان خلال الفترة من 8 حتى 14 من سبتمبر الجاري. وفي هذا الإطار استعدت جامعة حلوان لاستقبال الطلاب من مختلف الجامعات المصرية، وأيضا لاستضافة أسبوع شباب الجامعات عن طريق التأكد من جاهزية كل المرافق والخدمات المتواجدة داخل الجامعة، وأيضا التأكيد على جاهزية مجمع الفنون والثقافة والذي يحتوي على أكبر مسارح القاهرة إلى جانب القاعة الرئيسية والتي ستستضيف حفل الختام وحفل أيضا والفعاليات المختلفة، سواء كانت الفعاليات الثقافية أو الفنية أو الاستعراضية، أيضا إلى جانب التأكد من جاهزية الملاعب الرياضية والتي ستستضيف المسابقات الرياضية التي سيتنافس فيها طلاب الجامعات المصرية. إذا تحدثنا عن فعاليات هذا الأسبوع، فهناك عدد كبير من الفعاليات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة عن طريق نشر التوعية بين شباب وطلاب الجامعات بأهمية هذه المبادرة وما تقوم به من تغيير حياة المصريين في مختلف أنحاء الجمهورية، أيضا التركيز على جهود المبادرة خلال السنوات الماضية وأيضا ما سيتم خلال السنوات القادمة، إلى جانب تعريف الشباب وفتح الباب أمام من يرغب للالتحاق بالبرامج المختلفة والتي تخص المبادرة الرئاسية حياة كريمة كبرنامج فاليو. أيضا إلى جانب هذه الفعاليات الخاصة بمبادرة حياة كريمة، سيتم إقامة عدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية تنافس فيها الشباب من أجل تعزيز روح التنافس والتواصل أيضا بين شباب الجامعات المختلفة. أيضا على هامش الأسبوع، استقبلت جامعة حلوان وفود نشاط الجوالة من 25 جامعة بإجمالي 500 طالب وطالبة، وهذا يأتي في إطار الفعاليات المختلفة الخاصة بأسبوع شباب الجامعات 13. أما إذا تحدثنا عن حفل الافتتاح، فسيكون بمشاركة أكثر من 170 طالب وطالبة، وأيضا يشارك في طابور الأعلام أكثر من 50 طالبة، وتعبر العروض الرياضية التي يتم تقديمها في حفل الافتتاح عن 3 حقب زمنية، وهي مصر القديمة والوسطى وصولا للجمهورية الجديدة. بشكل عام يعتبر أسبوع شباب الجامعات والمعاهد 13 بمثابة مناسبة قومية لطلاب الجامعة، يلتقي فيها المتميزون من الشباب بهدف تعزيز التواصل بين الشباب لبناء كوادر قادرة على التنافس والقيادة. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.